شرح كتالوج ابريل. الشهر ده اوريفليم منزله لنا رينج جديد حلو جدا، رينج ذا وان رينج متكامل من اي شادو، من كريم اساس، من روج، مانيكير. هتلاقوا مجموعه متكامله حلوه جدا. بدايه نزولها هيبقى في شهر ابريل، وبعد كده هيبتدي ينزل في الشهور اللي بعد كده. المجموعه دي مكونه من ثلاث مجموعات. اول حاجه عندنا الهاي امباكت، وده ميك اب السهرات. عندنا كمان اللونج وير، وده الميك اب بتاع الناس اللي عايزه تقعد بميك اب فتره اطول. وكمان عندنا الافري داي بيوتي، ده للناس اللي بتحب الميك اب الخفيف. اول مجموعه الهاي امباكت، وهي اللي نازله الشهر ده وهتلاقوها عندنا في الكتالوج. المجموعه دي مخصوص للسهرات، ميك اب السهرات اللي دايما بيعتمد على اللمعه. هتلاقوا الروج في لمعه، الاي شادو في لمعه، ميك اب كله لمعه علشان مناسب للسهرات والحفلات. كمان عندنا الافري داي بيوتي، يمكن نزل منه في شهر ابريل، نازل منه الفاونديشن والكونسيلر. والمجموعه دي نازله بدل مجموعه الاستوديو ارتست، او بنقول عليها ريبليسمنت للاستوديو ارتست. المجموعه دي حلوه قوي للناس اللي بيحبوا ميك اب مش تقيل او ميك اب خفيف، عايزه تحط ميك اب بس في نفس الوقت تبقى اكنها مش حاطه ميك اب ويبقى شكل الميك اب بتاعها خفيف. المجموعه دي هتناسبها قوي. كمان عندنا مجموعه اللونج وير. مجموعه اللونج وير دي برضو من المجموعات اللي هتنزل لنا بعد كده. المجموعه دي مخصوص للناس اللي هي بتحب تحط الميك اب بتاعها الصبح، لكن مبيبقاش عندها وقت انها تجدد الميك اب بتاعها. ففي الحاله دي هي هتحط الميك اب بتاعها مره واحده وهتقعد بيه فتره اطول، مثلا رايحه رحله، عندها حاجه من الصبح وهتضطر تقعد بيه فتره طويله، فالميك اب ده ثابت جدا وهيبقى مناسب للفترات الطويله. الماسكارا اللي نازله عندنا في شهر ابريل، الماسكارا دي ماسكارا حلوه قوي، بتديكي كثافه لرموشك، وبتعتمد على كده على الفرشه بتاعتها اللي على شكل الزيجزاج. الفرشه دي هي اللي بتساعد ان رموشك تبقى فيها كثافه 24 مره زياده عن رموشك الطبيعيه. مش بس كده، كمان الماسكارا مغلفه، بمعنى انه انت اول ايد بيفتحها، انت اول واحده بتفتحي الماسكارا دي علشان تضمني انه الماسكارا دي محدش فتحها قبلك. في كمان حاجه حلوه قوي الشهر ده، لو اشتريتي 2 ماسكارا ذا وان هتاخدي الثالثه مجانا. الماسكارا دي نازل منها اللون الاسود واللون اللي هو البلو بلاك، او الاسود اللي مدي زرق خفيف، وحلو قوي اللون البلو بلاك ده. كمان الشهر ده عندنا الباور شاين الروج، طبعا ده لمعة زيادة 50% اكتر من اي روج تاني، فهو عشان كده مناسب للسهرات. وبرضو لو انت عايز تستخدميه الصبح حطي منه طبقة واحدة بس، ما تحطيش طبقات كتيرة. هديكوا نصيحة حلوة قوي تقدروا تستخدموها في الروج بتاعكوا لو استخدمتوا درجة من الدرجات الفاتحة. الاول بنحدد الشفايف، وبعدين بنملى الشفايف من الجناب وبتسيبي في النص فاضي. بعد كده بتجيبي الدرجة الفاتحة وبتملي بيها الشفايف كلها وبتسيبي النص فاضي، ده هيديكي امتلاء للشفايف بتاعتك. الكونسيلر والفاونديشن اللي نازلين الشهر ده حلوين جدا، لان هما بيعملوا اضاءة للبشرة، بينوروا لك البشرة، نازل منها درجات حلوة قوي. حاولي تقربي من لون بشرتك، حاولي ما تفتحيش قوي عن لون بشرتك عشان البشرة تبان طبيعية. في نفس الوقت لو انت بتعاني من الهالات خدي الدرجة الغامقة من الكونسيلر. الدرجة الثالثة هي درجة مدية شوية على لون الروز، فهيديكي نضارة للبشرة لو خلطتيها بأي واحد من الفاونديشن التانين. تقدري تخلطي 2 علشان تدي درجة حلوة لبشرتك وتدي فيها نضارة أكتر لبشرتك. دوان مناسب لجميع أنواع البشرة لأن هو خفيف، لكن في نفس الوقت بيعمل إخفاء للعيوب اللي في البشرة. كمان عندنا الآي شادو الكريمي. طيب هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن كريمي اي شادو بيتحول لباودر وبيديكي ميتاليك لوك، او بيديكي شاين او لمعة حلوة جدا فوق العينين. نازل منه كذا درجة، نازل منه درجات فاتحة تقدري تستخدميها تحت الحاجب، ونازل منه الدرجات الغامقة علشان تقدري بتعملي بيها السموكي ايز او تعملي رسم العين. تقدري تستخدميها بكذا طريقة، ممكن استخدمها بالفرشة وممكن استخدمها كمان بالصوابع. وتقدروا تتفرجوا على الفيديو اللي احنا عاملينه بتاع زوان علشان تقدروا تتعرفوا اكتر ازاي طريقة استخدام المنتجات بتاعة زوان. وبكده نبقى خلصنا شرح كتالوج شهر ابريل.